هلا والله يا وليد، يوم جديد وفيديو جديد. لا تنسونا من اللايك والمتابعة، واللي ما مشترك في القناة يشترك. واليوم صعدت يا الحمام الكتاكيت، هذا تشوفون. روحن 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 روح اللعبة. خطي يا خيس، طلعن طقين الشمس. هاي ظلت بس بالكرتون. هذن الحمامات البصراوي يوم رديت وديته صاحبي. يا ولد حد يكتب لي ليش وديته وليش ما ادري؟ لان انا البصراوي ما اجني بصراوي، جاي اجني بس دور. مثل ما قلت لكم البصراوي تعب، شنو مخليها قراصتين ما منتبه لها. والله هاي تارة مخليها قراصتين وما ادري. الزبيريات نسيت ما قرصتهن، بس الليلة بالليل بعد هسه شكلهن بالليل واقرصهن. اي يا وليد، والبرج هواي قال لي يابا فد كم يوم ويكمل البرج، ما بقى له شي. ان شاء الله وصار لكم فيديو شلون اسوي ونصبه، ما بقى له كم يوم ويكمل. وهذن ما راح يظلن يا ولد، هذا بالنفاخة وهاي الرواعب ما راح يظلن، يعني اذا يظلن يخربون عليه مطيار. لو اعزلهن لو شو اسمه لو ابيحن ما اخليهن الطيور. والطيور ان شاء الله اللي طير يطير واللي ما يطير اظل ابزر من عندي لو ابيعه، لان انا اريد طيور بس مال مطيار، مو جايبهن هيجي. جايبهن اتونس علينا طيران طيران مو زين، والما يعلي والما يطير قبل اوديه وابيعه لو فتشي اسوي له حبسي ابزر مني هيج. هذول الدجاجات يمكن من امام بينات، خلي اطلعهن هيج في الشمس. روح روح هنيت بالشمس، روح شش وديني ردن علي. هذا شوفوهم جاي وديهن وردن علي. خلا صعدهن عالسياج، صعد طير عالسياج. يلا خلا صعدهن عالسياج. لو خيولن ايفون بالقاع، لو يلا اقطع اصعدهن وارد لكم. خلي اصعدهن وارد. اذا صعدتن عربي عربي يوم ترد دايما مش صعد ماكو ما يثبتن على السياج ردن. يلا عيفي على السياج ردن نزلن، على السياج ردن نزلن ما يتعلمن من هنا. لما يجيب القفص وانا اعلمهن خليني ينزلن. هسا عندي حتى هذاك كان ما يطير، هذا التار كان بس هو ما يطير، هسا ظل يطير. هذا نيت الزبيريات على السياج، هواي قالوا لي الزبيريات يرحم. لا وين يرحم، ما قالوا لي تعود عن بعد. وين هذن الدجاجات وين راح؟ لا بدات وراي كان ما صعدت. خاف انا من الحمام، ما ادري شنو هذا الزبير اللي نزل. فخر الزبير نزلني يا بمشيان طلعان. هاي النثي نزلت مال الزبيري. لا تعودن ما يرحن، بس انا هسه ما طيرهن، ما طير يعني مطيار عالي اخاف عليهن. جوز بس اطير مطيار عالي يرحن، فايش على كيفي، على كيف اطير بيهن. بقى هذا
هذا خوش كلش، هذا راح من عنده ورد هذاك التار، خوش ما طيار عليه. وعندي هذاك التار بريشتين ما ادري شفين، هو هيك ما ادري شنو ريشتين بجناحه خربانات اشلحن ورد نفس الشي طلعا. وهاي ما ادري جناحه مخلوع ما ادري شبيه قوة الطير. قالوا لي بيها بيضه ذيك المره، لا وين بيها بيضه كل شي ما بيها، بس هي ما ادري شفيها هيك الطير. هذن الطيور يا ولد هسانه، يعني حتى الفيديو ما اقدر اطوله، يعني ما عندي شي شو لا مثلا بيضات لا مسوي لهم برج واصور لا فد شي هيك، بس هيك الطيور بسط. ان شاء الله لما اجيب برج وشوفوا شنو راح اصور لكم وشو راح اسوي واجيب لكم طيور. بس اعطوني فترة هاي اسبوع هيجي وشوف القناة شلون راح اطول حتى الفيديوهات. يلا يا ولد هنا نوصل وياكم نهاية الفيديو، اللي ما مشترك يشترك والش اسمه والمام حاط لايك لحد هسه، خلي لايك وتعليق حلو وجود باي.